بقى شو قلتي يا أم منصور؟ يعني أنا ما رح لاقي أحسن من سوريا بصراحة. إن الشرف يا أم عزام، والله ما بعرف شو بدي أحكي، بس بصراحة أنا من عندي ما بقدر أقول لا، لأنه عزام الله يحميه مربى وابن أصول وبنتي صار هذا وقتها. هلا بس تجي فاتحة بالموضوع بشوف شو رأيها. إيه طبعا مو غلط، ضروري نسمع رأيها. الله يفرحك بهالشمعتين اللي عندك يا حق. إن شاء الله يا رب. الله يحميه ويحفظهم من كل عين حاسدة. الله يسلمك. ها هاي سوريا اجت. يا ميس اهلين وسهلين بهالقامة الحلوة. شو عنا خالتي معزام؟ يا ميس اهلا وسهلا. يا ميس اهلين وسهلين. كيفك سهى؟ مشتاقة لك. لك والله اشتقنا لك، ما عم تبيني. والله الدراسة اخذك الوقت. كيفك خالتي معزام؟ يتسلمي لي بهالقامة الحلوة. الحمد لله منيحة. شو اخذتي لمخها لسها؟ ما في غير سوريا 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 سوريا. اكيد انت كمان استفقتيها مو؟ اكيد استفقت لها، ما نحن رفقات. على سيرة الرفقات، شو رأيك شي يوم نجمع الشلة كلياتها وتجونا عندي على البيت؟ انت جهزي العزيمة والباقي علينا. خلص معناها بهاليومين بتشرفونا. اكيد بنتشرف. يا تسلمي لي. يا مو يا بي يلا تفضلوا القهوة جاهزة. صباح الخير اخي. صباح النور. يلا اسكبي القهوة يا مو، خلينا نلحق نشربها مع ابوكي واخوكي قبل ما نكسر السفرة ويروحوا على شغلهم. يلا يا مو. صباح الخير يا لي. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. سعد لي صباحك. تفضل تفضل. تسلمي. ايه ابو عزام، كنت انا عم فكر اليوم روح اعمل زيارة تانية لبيت ام منصور وشوف شو رأيهم. يعني اذا كان تم الامر بركدا منتكل على رب العالمين ومنجهز للخطبة والعرس الفرد مرة. ايه شو عليه، الله يهنيكم، واللي بدهم اياه نحن جاهزين. مبروك اخي. الله يبارك فيك يا اختي. مو بالاول بس لحتى نعرف اذا الناس موافقين ولا لا. يوه ليش لحتى ما يوافقوا؟ وين بدهم يلاقوا أحسن من أخي؟ واسع كثير سوها خانو. إيه لك، ما هن الرفقات وبيفهموا على بعض. يا ستي الله يهنيكم، بس مو تتفقي أنت وياها على أخوكي؟ لا أدمن كان بيضل أخي، بعدين بكرة بس تصير عنده بالبيت هن الاثنين رح ينسوني. والله هذا اللي بده يصير. عليه حمدو بدو. عليه حمدو بوسيط. عليه حمدو. لك ما معي قلبك مو شايف قدامك، شو صار لك لحمدو؟ أنا اللي مو شايف قدامي سيد عزام ولا أنت؟ ليه؟ لا حيي، ضب لسانك أحسن لك، لو ما رح حربي شو كنت عملت فيها؟ هديك حربي، أنت حربي شي؟ ضب لسانك لحمدو. وإذا ما ضبيته شو بدك تساوي يعني؟ حمدو طولوا بالكم يا جان، حصل خير. أنو خير يا عمي أبو حدو، أنو خير؟ لولا شوي كسر لي إيدي، على مهلك إذا ما بتعرف تسوق. لا تطير لي ولف مخي عزام، أنا سيد ميثاق بالشام كلها، وأنت اللي طلعت قدامي. لك وعم تكذب كمان؟ قول انه ما بتعرف تسوق. شيه عم اقول لك بعرف سوق اكثر منك، انت اللي طلعت قدامي، شو هالحكي؟ لا 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 لك حمدو، ولك هذا ابن زعيم الحاره عزام، حلوه هيك الدعوسه ودعوسه على راضي. خليك بحالك شكري ورجع على دكانتك. مزبوط ما دخلني، بس حبينا نطمن عنك، شفناك الطرشه الطرشه على راضي. عم اقول لك خليك بحالك. ولك حمدو بيطلع عليه خاروف لعزام. ها بكون خاروف اذا بجيب له خاروف، هو اللي لازم يصلح لي. حمدو خد بسكليتك وابوك بيصلح لك ياها. يلا يا شباب يلا، كل مين على شغله. شرف سيد عزام، شرف. يلا 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 يلا. لك ما حدا قارئني بهالحاره كلها غيرك يا عزام، انت وابوك. كل شي عم يصير ضدي انت ورا، بس شو عليه، الايام بيناتنا راح يجي يوم ومشيكم اكوع وركب يا حاره بصير خير. وما لا احد قدام محمد او دكاشي غير ابنك، ولا طشو من بين كل هالعالم اللي ماشي في الطريق. قولي علي عليك يا اخي،
والله مو حلوه من ابنه ناجر العرس كرمال ابنه لابو نكاشي. الله لا يوفقه شو بتنظر، كان رح يكسر لي ايدي، بس يلا نفذت على خير. من غير شر عنك يا مو. اي والله والله لو صاير شي لايدك ما كنت سكت ابنه. اي واريده تقرضه شو مو طاسس العمى. ويلي يضحك على الكلام اللي حكى لي يا عزام، ويلي ازعل على ابني. عم تضحك؟ اي والله دعسة المسكليتة مانا سهل ابنه. اي معها حق يا مو، خاصة إذا كان طاير طيران وما لحق يوقف، مصيبة. اي بس أنا ما رح اسكت له يا مو، بس شوفه رح بهدله. وكمان بدك تبهدله بعد ما فرجيته عليكم كل أهل الحارة. لا يا مو، برضاي عليك مالك فيه تاني مرة، لما بتشوفه جاي ناحم منك بتبعد عنه. اسمع كلام أمك، هو المزبوط لأنه ما بنعرف شو اللي بيصير بالمرة الثانية. ليش في مرة جاي يابي؟ لا دخيلك بكفيني اللي صار فيني. اي والله لأنه شغلة بتضحي. اوف شو هاد؟ قطعت الكهرباء. ما في بالعادة. كأنه عطل. يلا قوموا ناموا، هيك هيك تأخر الوقت. قوموا ننطص قدامنا. يلا رح قوم شعل الفانوس. يا بي مين جاينا بهالوقت متأخر؟ والله ما بعرف يا بي، رح شوف مني. شو هذا اللي عم بيصير بالحارة يا جماعة؟ مين هالابن الحرام اللي عمل هالعملة؟ لك الله لا يوفقه. آمين. إن شاء الله تمروا على خير يا جماعة، إن شاء الله تمروا على خير. آمين يا رب العالمين. يا جماعة عزام ما عنده أعداء بالحارة، وقتوها هن مقاطعة الكهرباء، أكيد أكيد مقصودة. يا شب يا أول عمره والله ما بيستقيم. الله عصام يا جماعة. ايش في ايش في؟ عليش واقفين ايش؟ ايش صاير؟ صدج عزام انطخ؟ قلنا عم تستناه بمشعل؟ قلنا عم تسأل؟ مو انتوا لازم تعرفوا؟ ايه طخ عزام والحز وينه وينه؟ بالمشفى. بالمستشفى. صبر جميل بالله المستعان، ومن هالحصين اللي ملقوا سموك الدجاج اللي طخه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعه عم يا بسام
مزبوط اللي سمعناه؟ عزام طواص؟ الله لا يوفي العميل هالعملة، ايه طواص؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. عم يا بشعل ترى هالشب والله ما في منه، والله ما في منه بالحارة كلها. عليه جاد تباوع؟ الزوم نفتح تحقيق بالحال فورا يا ابو بشعل. مزبوط مزبوط ابو بشعل، لازم نفتح محضر، والقاتل بده يمسك وناخذ دارنا منه هون بالحارة. والله إذا بيصير له شيء لموت حالي والله. لك هذا عزام ضو عيوني. استاذي بالرحمن يا ام عزام، استاذي بالرحمن. الله يوفقك، البكا ما بينفع فاله مو خير، ادعي له انت، ادعي له. اي والله. الله يرجع لك اياه بالسلامة، طولوا بالكم، طولوا بالكم. ابو عزام ايش بي يا اخوك؟ عليك قاعد تبكي، بي شيء؟ سايق عليك الله ومحمد رسول الله، تقول لي ايش بي عزام؟ طمنا ابو عزام. يا اهل الحارة، عزام اعطاكم عمره. صبرا جميل بالله المستعان. عمرك يا زعيم، عمرك يا زعيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسمعوا الكل، قسما بالله العلي العظيم، باسط الارض ورافع السماء وخالق الخلائق كلها ورحمه ابني عزام، ما راح خلي دمه يروح هدر الا ما اعرف غريبه، وساعتها ما راح يشفي غريبي غير اني احرقه بايدي. لا وهسه ما راح اوصل، بدي احرقه مثل ما حرق قلبي على ابني عزام. والله لا دفع ثمن غالي على قتل حبيبي ووحيدي، والله لا حرم حياته مثل ما حرمني شباب ابني. والله يا تولا يا تولا يا رسول الله. الأمر